منورنا في اول فقره حواريه من فقراتنا النهارده كابتن ماهر همام اللي هنتكلم معاه عن كتير، عن اولا لقاء الامس واللي فعلا زي ما كانت نهاوند بتقول من شويه قبل الفاصل اللي فات او اللي قبليه، فعلا صداره عن جداره. شفنا امبارح مباراه تستحق ان احنا نتوقف عندها ونتكلم طبعا في كتير جدا من تفاصيلها. صباح الفل عليك يا كابتن ماهر، سعداء بوجودك، اهلا بيك. بونجور، صباح الخير يا نهاوند. أنا اللي عجبني بقى إن حضرتك كنت معانا من فترة يعني قريبة، وكنت أنا وحضرتك بنتكلم في ديبيت كان في جدل كده، الأداء هيبقى عامل إزاي، الضغوطات، مستوى الفريق مش اللي إحنا نعرفه، بس إحنا كان عندنا ثقة إنهم هيرجعوا مرة تانية. حضرتك كنت متفائل جدا وقلت استنوا واصبروا وشوفوا الأداء هيبقى عامل إزاي، وقد كان. وقلت لك أنا هوند، يعني أنا شايفك إنك أنت زعلانة ومتضايقة فعلا، كان في غيرة، أنا زي الجماهير، كان في غيرة على الفريق طبعا، حبنا للمكان والبيت الكبير والنادي الاهلي العظيم، فعلا كنا زعلانين ومتضايقين، لكن انا يعني هونت عليكم شويه انت وكريم. ايوه، وقلت لكم يعني من خلال الخبرات اللي انا عشتها 30 سنه طبعاً في النادي الاهلي، باكد لك ان النادي الاهلي اللي جاي احسن. حلو. ساعات كده رب ضره نافعه زي ما بيقولوا. صحيح صحيح، محدش هيكسب على طول ومحدش هيخسر على طول طبعا، والبطل كده كل صحيح. الناس راصده البطل، ولو خدنا كمان في الاعتبار معدل المباريات اللي ورا بعض محليا وقاريا واحيانا دوليا في النص، فطبعا كل دي حاجات لازم تتاخد في الحسبان، ولكن برضو لا يخلو الامر احيانا من وجود بعض السلبيات. بالظبط، وسلبيات تستحق ان احنا نشتغل عليها وعلى تغييرها. طبعا مفهوم ان الاجهاد اللي اللعيبه كانت يعني مش كانت وما زالت، واضح ان هي ستظل فيه، ولكن لو حيدنا حته الاجهاد دي والمباريات المتعاقبه، هل في سلبيات معينه حضرتك شايفها على الاداء الجماعي او حتى بشكل فردي على اللعيبه؟ شايف ان كل واحد فيهم محتاج يعني يظبط الحته دي عنده؟ وقبل ما نتكلم على السلبيات عايزين نبارك بس لمجلس اداره النادي الاهلي طبعا، وكابتن محمود الخطيب والجهاز الفني مستر موسيماني، والتجديد على حاجتين بقى، على المكسب مباراه بيراميدز 3-0، وعلى التجديد اللي كان قلق الناس، انتم اتكلمتوا عليه بشكل توضيحي وايجابي. صحيح، وبنبارك للعيبه بقى اللي هم الرحاله اللي احنا شفنا المصدر وهم راكبين الطياره، انا بسميهم الرحاله يا عيني، يعني بنبارك لهم امبارح والنهارده، يعني في نفس اليوم ركبوا الطياره ورايحين على رحله ايه 8 ساعات تقريبا مش كده ولا بالظبط، مشوار تاني وعلقه تانيه و90 دقيقه بشكل تاني. هو حلو المصطلح حضرتك قلته، الرحاله فعلا شيء صعب. هو اصلا احنا يمكن التقرير اللي عرضناه في الاول باين قد ايه في اجهاد عليهم طبعا. يعني الواحد راجع مفروض ان هو منتصر بس الفكره ان انت تعبان، او مسافر منتصر بس انت تعبان، يعني ده ملحقش يا نهوان، ده هو راح خد الشنطه وودع اولاده وبيته بالظبط، والسلام عليكم وعليكم السلام. يعني ملحقش يفرح، يعني امبارح مباراه كريم بيتكلم على السلبيات، يمكن المباراه دي الشوط الاولاني انا يعني بسميه شيء من الخوف بالنسبه للفرقتين، يعني مش عايز اقول سلبيه، لكن واضح ان كانت الفرقتين يعني عاملين اعتبار لبعض. مستر موسيماني كان محضر استراتيجيه، كان اداء متباين بصراحه يعني، والناحيه الثانيه هيب جلال برضك قاري مستر موسيماني، ولعبنا بطريقه ضاغط من قدام، وده يمكن كلفه الشوط الثاني، كلفه كتير لان الضغط اللي عمله بيراميدز علينا في الشوط الاولاني من قدام خد من اللياقه البدنيه بالنسبه لهم بشكل كبير، افادنا. فمش عايز اقول يمكن هي فرصه واحده اللي ضاعت، اللي هو الكروس اللي عمله محمد هاني في الدقيقه 43، وبعدين قفشه اللي عملها في الرستايم اللي جت من جنب العارضه، يمكن دي كانت فرصه الوحيده اللي موجوده، دي السلبيه الوحيده اللي كانت موجوده في المباراه امس. الشوط الثاني شوط مدربين، مستر موسيماني قرا بقى بصراحه يعني، وبدا غير الطريقه اكثر من مره، برافو عليك يا كريم، غير الطريقه، وبدا احنا كمان نضغط على بيرمز من قدام، ودي حاجه بتحسب لمستر موسيماني وللعيبه. يعني لو نشوف الجول الاولاني هنلاقي ان حمدي فتحي بيضغط على عبد الله السعيد جوه 18 بيرمز، يعني ده واضح التعليمات بقى جوه 18 الخصم، يعني حمدي فتحي وده اللي نتج عنه نص الملعب، الغلطه اللي يعني بالظبط اسفرت عن هدف في نهايه بالظبط. هو الاهلي استغل غلطات بيراميدز، ولكن لو هنتكلم على الصعيد الاخر بيراميدز لم يستغل الاخطاء اللي هي يمكن ما كانتش كتيره بس اللي خاصه بالاهلي، يعني ده كان الفارق برده كان باين امبارح فعلا. طبعا احنا لو يعني هنقول فرصه ليهم في الشوط الاولاني فرصه لينا في توازن، الشوط الثاني ليهم ثلاث فرص، احنا ليه ثلاث فرص جبناهم جوال، هنا التوفيق وعدم التوفيق. لو رجعنا تاني لمباراه سان داونز، احنا الشوط الثاني مضيعين اكتر من ست سبع فرص طبعا،
فرصه واحده كانت بتفرق معانا. صحيح. بردك من ضمن الحاجات اللي بتوصل للعيبه، اللعيبه بردك السوشيال ميديا والاستوديو التحليلي وحضراتكم، كل الكلام ده بيوصل للعيبه، واللعيبه بتسمع وبتشوف. فطبعا عايزين يرادوا جمهورهم وعايزين يرادوا محبينهم. فالنهارده بقالنا من مباراه المقصه 4 اهداف، فاركو 4 اهداف، عوضنا مباراه سان داونز باهداف متنوعه وجمل تكتيكيه جميله واداء من اللعيبه المميز. وبعدين مباراه المريخ السوداني 3 اهداف برضك من افضل 3 اهداف اللي جم في البطوله الافريقيه لحد دلوقتي. وبعدين مباراه امس بيراميدز اللي هي 3 جوال يعني على اعلى مستوى، والـ3 لعيبه انا شايف الزياره اللي اتعملت مستر كروش للنادي الاهلي اللي هو الطاقم الفني لمنتخب مصر، الزياره اللي قبل مباراه بيراميدز يعني رفعت من روح المعنويه لبعض اللعيبه، واحنا شفناهم في مباراه بيراميدز قفشه ومحمد شريف، يعني يمكن دول اكتر 2 اترفعت روحهم المعنويه بشكل كبير جدا. ان الراجل لما جه التدريب طبعا اكد على مستر موسيماني ان يعني ان شاء الله عوده قفشه مره ثانيه للمنتخب، وشريف والراجل طبعا بلغهم النبأ ده، فرق مع اللعيبه نفسيا بشكل كبير جدا بصراحه. يعني شفنا قفشه طبعا في الجول الاولاني مهاره فرديه مراوغه لشريف اكرامي ثم المدافعين ثم حطها بشكل